في حلقة سابقة كان أحد الأخوة أنا دعيته أنه يطلع وياي، اللي هو هذا ما عنده حصة تموينية، لاقي نفسه عنده شركة ولا مطلوب ضرائب 4 مليار. أعطيني الفيديو بين ما تحصلوا لي، أعطوني الفيديو مال المهند. السلام عليكم. من 2014 أخذني قرباء زوجتي على تعيينات خاصة، حمايات خاصة من المصارف. رحنا الكرادة، قدمنا فايلاتنا، قالوا 15 يوم، 10 يوم خابركم تجون تباشرون. والله صارت 20 يوم، 25 يوم، أدق عليهم ماكو، شهر شهرين ماكو. كل ما خابر أقرباء زوجتي قال بعد وبعد. نسيت الشغلة. بال 2018 انقطعت الحصة مالتي مال التموينية. رحت دقيت اسمي حاسبة، طلعت محجوبة من مدير مسجل الشركات. رحت المسجل، مدير مسجل الشركات، طلع مسجلين شركة عامة باسمي. قمت دعوة، مشيت بالإجراءات، وصلت للضريبة، طلع علي 4 مليارات دولار. اللي موظفة قالت هذا هجمان بيوت، هاي لازم تسدي، إذا يدون عليك. ما أدري، أنا حائر على الله وعلى الخيرين. أنا وصل صوتي السيد رئيس الوزراء المحترم أن يحل مشكلتي. دول الناس أصابوا ما ترحم، داخلين بنص الدوائر، وأخاف أنا مهدد. أحمل والديكم. مهند شلونك؟ وعليكم. أقول لك هذا نسيبك اللي ماخذك يعينك وسوي الشركة باسمك؟ نعم نعم أستاذ. زين. نعم. من طلع، من رحت للضريبة، أنت شنو رحت؟ نعم. شلون اكتشفت أنه أنت بطلب 4 مليارات لو 4 ملايين دولار؟ مليار لو 4 مليارات دولار أستاذ. زين. نعم أستاذ. سألتهم هاي ال4 مليارات تحققت عن شنو؟ أكو إضبارة كاملة؟ نعم نعم أستاذ، أكو إضبارة، وفاتحين حسابات بالمصارف، على أثناء الحسابات بالمصارف طلع علي من الضراب. يعني هاي بس اللي أعرفه نفسه، لحد الآن ما أعرف. يا مصارف اللي مسوين بيها باسمك؟ مصرف الراجح الإسلامي اللي عرفته بالكرادة، اللي ساحبين من عنده مليارات دولار، مش قيل ما كم مليار ساحبين. هذا الراجح. نعم. بعد. ومصرف ما أعرفه أنا، رحت له يعني ما ساحبين، كل شيء سقط الحساب أنا بيدي. زين، شنو علاقة تسيبك بالموضوع؟ يعني أخذ أوراقك واستخدمها؟ نعم أستاذ، بالله بال 2014 أخذ من سنسكات، قال لي على متعين أنا على الشركات الأمنية. أي. من أخذني بس ما قدمت التعيين، قالوا 15 يوم 10 أيام خابركم تباشرون، وما خابروني، وكل ما خابره يقول ماكو، لحد الآن ماكو أي يعني أي مخابرة أو شيء. انتظريت ماكو. بال 2018 انقطعت الحصة مالتي مال التموينية، ورحت راجعت طلعت مسجل شركة عامة باسمي. شو اسمها الشركة؟ مفاوض. شو اسمها؟ شركة قصر النبعة للتجارة المحدودة. قصر النبعة. والله يابا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نايم يقعد الصبح وهجمه. يلقى عنده شركة. زين، أنت إذا ضريبتك 4 مليارات إيش قد ماخذين باسمك؟ والله أستاذ ما أعرف أنا، حتى العدد ما أعرف أنا، سحبت يعني المصرف أروح من الباب يطردوني. قامت دعوة عليهم تبليغين، يجيهم للمصرف ما يستقبلوا، هذا المعتمد يقول ما يستقبلوا، اذا قبل بالاستعلامات ويكتب للقاضي لا ما يستقبل. زين، يعني قمت دعوة يا مهند. نعم نعم استاذ، قمت دعوة محامي. نعم انا الان امام الناس كلها. نعم استاذ. على مصرف الراجح الاسلامي ان يرد هذا الوليد شلون باسمه صارت شركة. والشيء الثاني، مسجل الشركات في وزارة التجارة، السادة. نعم. المحترمون انبئونا، هذه الشركة مسجلة معترف بيها؟ زين، هذا صاحبها هو رايح مهجوم بيته، ما عنده بطاقة تموينية يشتري أو يرجع بطاقة التموينية، تطلع عليه ضرائب 4 مليارات. إذن التحقيق يجب أن يتم في مسجل الشركات، هل هذه الشركة حقيقية أم هذه الشركة وهمية. بعدين هذا المصرف الإسلامي، أنا هذه القصة ومثلها قصص كثيرة وردتني، من راح بيها إلى مزاد العملة، كيف تم التأكد أنه هذه الشركة حقيقية أم أنها شركة غير حقيقية؟ هذا الموضوع إذا هنالك لجنة ستحقق به، ستصلون إلى كوارث في مصارف الوليدات، وصلت أنه أنت يبقون مستمسكاتك ويسوون شركات. وأنا استمعت من ناس، أشخاص أصدقاء لي، كانوا يذكرون هاي القصة لي قبل سنة،
واحد الأخوة اتصل بي واتصلت بواحد من الجماعة الكبار بالإمارات، هو الآن قاعد هنا. قلت له يا بي شنو هذا الموضوع اللي أرجوه من دولة الرئيس والأخ العزيز الفريق أول ركن أحمد أبو الرغيف؟ هذا رقم تليفون هذا الشخص موجود، ومن خلاله ومن نسيبه ومن مسجل الشركات أقسم لكم ستكتشفون أموالا بالمليارات. استاذ أنا بس الله ورئيس الوزراء وفريق أحمد يعني اللي حلو مشكلتي يعني لحد الآن مهدداني. أنت مهددونك ليش؟ يهددوني يقول اسحب الدعوة توقع بها مدراء عامين. يا أخو شادمي هذا اللي يهددك، من هو اللي مهددك؟ والله يهددوني. من اللي يهددك مهند؟ استاذ بنص الدائرة، دائرة حكومية ما مسجل الشركات بنص الدائرة يهددني واحد محامي أو موظف يقول لي إذا تخلي محامي احنا نخلي 10، تدفع مليون للمحامي احنا ندفع 10 مليارات، اسحب الدعوة ترى تتأذي. وأنا هسه حاليا حتى بيتي طالع من عنده وابني ما يداوم مدرسة مهجد حسبي. هذا المحامي عن منو؟ ما اعرف استاذ، انا ما اعرف محامي او موظف بنص الدائره الحكوميه هددني ما اعرفاني، وحتى قمت اصيح عليه ودفعت انا قلت له تايت الدخل، يقول لي لا تخلي محامي احنا نخلي 10، يعني ناس عصابه بنص الدوار وكاله عامه وكاله بها مطلعين وكاله وصح الصدور من كاتب عدم ما كاظميه، شلون جبتوها؟ انا موكل واحد، انا لا موكل احد ولا مسوي كل شيء. ما انا قبل 4 ايام دس علي معالي الوزير الله يحفظه وزير التجاره وجاب الاخبار دس عليها وشافها قال لي شو وكالة تمسوي وقال عقد كل المال ذنب بيناني. الوزير يعني التجارة وزير التجارة مطالب بالحل، مسجل الشركات مطلوب للتحقيق، السيد نقيب المحامين العراقيين أكو محامين يتصرفون بهذا الشكل، فيما لو ثبت فذولا تسحب عضويتهم. ولا يقول لك يخلي 10، والله من أجل حق العراقيين أدوس على رأسه ورأس الخلفة. اجمع بيت استاذ يا مصطفى، والله يدوس والله بالحق وبالقانون ينداس على راسك انت واللي تترافع عنه. استاذ الناس عصابتيه، ناس ما تخاف الله، شارات مضللة، الله لا يوفقهم ان شاء الله. اجمع بيتي عد عيناك مهند، والله عصابه لا تخافك، ما اقدر له مالي. انا سايق تاكسي ما ادبرها. مهند لا تبكي، لا تبكي، يجيك حقك الحد عندك، وقسما بدم الحسين هاي القضية ما أتركها إلا أن أصل بيها إلى حل. وأبو رغيف موجود ورئيس وزراء موجود، سيد وزير التجارة هذا واجبك، دز على مسجل الشركات خلال هالأسبوع أريد جواب على مسجل الشركات. أوليد يبكي 4 مليارات من وراء قردة، من وراء حرامية ومصارف. استاذ قعدت يمان يا مدير التجارة، والله قلت له الله يجبه بيته وبجيت على التيمة. منو مصرف الراجح الإسلامي إلى الحد؟ قد يكون المصرف ما يدري، قد يكون أوهم أو المصرف، وقد يكون المصرف يدري، ومزاد العملة شلون ما دقق، مسجل الشركات شلون مشي، ويقول لك يا بي ليش تنفعل، ليش تصير عصبي، والنوب فوق ما بايقينه، فوق ما مستخدمين اسمه، يهددونه هو وليده، هو رايح له على قونية طحين يطلع مطلوب 4 مليارات. مهند بابا عمو قناة التغيير واني كل احنا على حقك مثل ما حقوق العراقيين، والله ما اسكت عليها، والله ما اسكت عليها، والله ان شاء الله على الله وعليك. بس الله ماشي بابا، ماشي عمو، ماشي حبيبي، ماشي عيني. انا اشكرك مهند وتبقى متواصل، انا اشكرك.